بعد انطلاق عمليات التحرير وبسالة أبناء جيشنا الباسل أبطال العراق الذين حرروا أحياء واسعة جدا محافظة نينوى ومنها حي القاهرة، هذا الحي الواسع الكبير والذي نزحت إليه عوائل كثيرة جدا. اليوم نحن في هذا الحي لتوزيع المساعدات الغذائية على أهالي هذا الحي. حقيقة المبادرة كانت من الجمعية الطبية الموحدة العراقية حملة الكويت بجانبكم بإيصال هذه المساعدات التي تحتوي على مواد غذائية جيدة وهناك حليب أطفال أيضا. رافقنا هذه الحملة لإيصال هذه المساعدات إلى وكلاء المواد الغذائية في هذا الحي ضمانا لإيصال هذه المساعدات لجميع أهالي هذا الحي والنازحين فيه عبر البطاقة التموينية. شكر وتقدير لكل من ساهم في تذليل هذه الصعاب وإيصال هذه المساعدات إلى هذه الأحياء. شكر وتقدير للجيش العراقي والحشد العشائري الذي ساهم أيضا معنا في حماية القوافل وتسهيل المساعدات لإيصالها إلى أهلنا النازحين في هذه المناطق، تمهيدا لعودة النازحين الآخرين الساكنين في المخيمات ولعودة الاستقرار للجانب الأيسر الذي بعد أيام سنشهد فرحة تحريره بشكل كامل ويرفع العلم العراقي في مدينة الموصل بإذن الله تعالى، وتعود نينوى لنشرع بالمرحلة الثانية تحريرها في الجانب الأيمن، ثم تعود نينوى كما كانت على سابق عهدها آمنة مطمئنة تزهو بالسلام وتشارك أبنائها العراقيين جميعا لبناء البلد. رافقنا اليوم الأخ خلف الحظات لإيصال المساعدات إلى هذه الأحياء المحررة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق جيشنا الباسل في تحريره لهذه المناطق وكذلك البيشمركة وغيرهم وكل من شارك في تحرير نينوى البطلة. هذه المواد التي أتت إخواني أتت من دولة الكويت الشقيقة جزاهم الله ألف خير، وهذه المواد مواد ممتازة من الدرجة الأولى من الدرجة الأولى. أتمنى كل الدول العربية تحذو حذو شقيقتها الكويت التي وقفت إلى جانب أهل الموصل، ومشكورة على هذا الموقف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم. كذلك إخواني في هذه المنطقة الطيبة أقول لأهلها لإخواننا كفانا سكوت على داعش، كفانا أن نغطي عليهم. يجب علينا أن لا نغطي على أحد من داعش، يجب علينا أن نخبر على كل من تلطخت أيده بدماء أبنائنا. السكوت على داعش أوصلنا إلى ما نحن فيه، أوصل أبناء بلدنا إلى ما نحن فيه، فيجب علينا أن لا نسكت على داعش أبدا. نحن الآن في أحد أحياء مركز مدينة الموصل وبالتحديد حي القاهرة، حيث تقوم الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية بالإشراف على تنفيذ المنحة الكريمة المقدمة من دولة الكويت الشقيق، والتي تعد من المنح الكريمة امتدادا لما قدمته في محافظة الأنبار وصلاح الدين وبغداد وديالة، وتقدم الآن 67 ألف سلة غذائية مخصصة لمحافظة نينوى. ومع بداية الخطوة الأولى واليوم الأول في داخل مدينة الموصل تقدم أكثر من 5000 سلة غذائية بآلية جديدة لتوزع على وكلاء الغذائية ليتم شمول أغلب العوائل الساكنة في الأحياء.